حضرتك بس ممكن تقولي بياناتك علشان خاطر ابعت لك ال حنين. ها دي عاوزه كده معايا عميل يا تامر. انا ما عملتش على فكره، انا شايف. ندى بعد اذنك شوفي الاستاذه. حاضر. بعد اذن حضرتك انا اسف. معاكي استاذه ندى. نعم يا استاذ تامر. اولا ما تكلمنيش كده قدام الناس، ثانيا انت المدير هنا المفروض شايفني سايب معايا شغل. بس 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 ايه دي؟ مش انت اللي متسربعه على جهاز؟ اه يا سيدي انا متسربعه على امله. حنين احنا خلاص هنروح. انا اكتشفت مكان فيه كل حاجه من الابره للصاروخ، ومش بس كده في اسعار متهاوده وتقسيط مريح. اسعار متهاوده وتقسيط مريح؟ وانا بشتمك حنين؟ ما كل الناس بتقسط دلوقتي. وبعدين ماما اصلا لما انا عارفه ماما حبيبتي يا ماما. مالها ماما؟ مفيش. بتسلم عليك. الله يسلمها حبيبتي. ايه علاقه ماما وان هي بتسلم عليا بالمكان؟ ما تحكميش قبل ما تشوفي. انت اصلا هتنبهري، هتتفاجئي. انا واثقه ان انا هنبهر وهتفاجئ لما الاقي امك مسابقانا على هناك. ماما مش رايحه، بس في في حد من ريحتها. تامر انا داخله اشوف شغلي. اشتك وارجع ورا. يلا ورا. يلا سليب جول. اشتك وارجع ورا. يلا يا كوكو. اشتك وارجع ورا. عايزك تروح لانور تجيبهولي. اوبا يبقى الشغل ابتدى. عايزين ندور موضوع الكشافات ده. اديك شايف السوق قافل علينا، مش عايز ينزلنا بضاعه. ماشي. امال فين بكر؟ يا بكر يا باك يا زيف. يا معلم زيف. ايه ده مش معقول. ايه فين باك؟ بيصطاد زبون. ايه بيصطاد زبون؟ زبون بيصطاد عشان تعرف تاخد فلوسك ونديك فرح حد الادنى عشان الحياه تسأسأ ونعرف نعيش. طب ما حدش يعمل كده تاني. خلاص مش معقول. خلاص اسمع بس انت. عايزك تشوف موضوع البليكس ده. ها تنزل انت وعم زكريا تشوف لنا. ماشي. لو طلبيه ب 10,000 حته يعملوا لنا بكام؟ والقعده الصاد او الفايبر اللي هي الفيبر دي. شوفها لنا برضو ممكن في نفس الطلبيه بيبقى بكام. طيب بقول لك على حاجه يا معلم زيزو، انا بعد اذنك يعني انا شايلني انا طلبيه الفريسكا ديت ونعلق الزينه والمعازيم تبقى على الضيق والحياه تمشي وعلى الاقل نركب خط تاني في التليفون بتاعك. ايه رايك؟ تمام. وأمننا على الرفايع روزتات والكلام ده. يا ابني ماشي. ابراهيم عايزك انا. يلا تعالى. سلام. بقول لك ايه؟ مش معقول بجد مش معقول. قلت لك روح. ماشي يلا خلاص توكل على الله. يلا ماشي. بقول لك لا مش انت انت اللي نادت قلت لي روح. انا مش عارف. بس اهدى شويه اهدى. ايوه يا عم. خد الطحش ده معاك. خده معاك. يلا يا عم الطحش. خلصت منه. يلا تعالى. يلا يا عم الطحش قدامي. يلا قدامي جبتوه ده الفقر قدامي. سعيد. وعليكم السلام والرحمه. اهلا وسهلا. الا قولي لي يا اختي عملتي ايه في الطلب اللي قلت لك عليه؟ العمل عمل ربنا يا حبيبتي، واحنا عارفين نعمل حاجه في البلد دي. والنبي يا اختي ده انا بنتي فرحها بعد اسبوع وجوزها هتبوظ علشان البوتاجاز. يا اختي مش لما تسددي اللي عليكي للواد الاول بعد كده تبقي تفكري تجوزي البيت. ده انت عليكي ليا فلوس قد كده. ما انا هعمل ايه بس؟ اديني بسدد على قد ما اقدر. وانت عارفه البير وغطاء. يا اختي وانا مالي ما يخصنيش يا عينيا. انا مالي يا حبيبتي. الفلوس اللي اديها لك اديها لواحد يسدد لي اسرع. اديكي انت ليه؟ ها ليه اديكي؟ انا هعمل ايه بس يا رب؟ اتصرف ازاي؟ النبي يخليكي يا اختي. اتصرف ازاي؟
هو في حل بس مش عارفه يا حبيبتي هيناسبك ولا لا. قولي الحقيقه انا في عرضك قولي. والنبي انت بنت حلال عشان خاطر ميرفت والنبي ما انا مستخسره فيكي حاجه. انا هجيب لك البوتاجاز. تسلم يا غالي. وهجيب لك معاه تلفزيون يا حبيبتي بضعف الثمن. تقومي انت ايه تحرقي لي التلفزيون وتجيبي حقه وبعد كده تديهمني وقدمه حق البوتاجاز. قلتي ايه؟ نقول مبروك ولا فيها عوق؟ امري لله. هعمل ايه يعني؟ ما قداميش غير كده يا اخت. طب اجري يا روح، اجري بسرعه شوفي حد يضمنك. بلاش جوزك المعفن ده عشان ضمنك المره اللي فاتت. اجري هاتي حد تاني. مش هروح اشوف لك اي حد. جاتكم القرف عرفتوني. ام سعيد. اهلا اهلا. ازيك؟ عامل ايه؟ يا ابن الغاليه. اهلا يا حبيبي. اهلا. أقدملك اطهر واشرف ست في شارع عبد العزيز. ان مش بس كده، لا لا، دي اجدع ست بيعمل فويس. ام سعيد انت ايه؟ انت جيتي في وقتك. أيوة. احنا مزنوقين جدا في تلفزيون وغساله وثلاجه وبوتاجاز. والنبي ابن حلال مصفي. مش بقول لك غالي وابن الغالي ما تجيبش معاك الا الحلويات والحاجات الحلوه. عارف الوليه اللي لسه ماشيه دي لسه واخده من عندي تلفزيون. يا ام ميرفت يا وليه، يا ام ميرفت حظك حلو، التلفزيون هيتشال يا حبيبتي وانت قاعده. الله اكبر. بسم الله ربنا يخليك. مش عندي استعداد اجيب عربيه ونشيل الوقت. على فكره انت مش بس تاجره شرطه، لا لا، انت رئيس الجمهوريه عظيم. بقول لك ايه يا تامر، انت فاكر انا هشتري حاجه بالربا؟ يا اخي لو مش خايف عشان حرام ربنا ومش ربنا، الست اللي عمالين تشتروا وتبيعوا فيها دي مش حرام عليكم؟ تامر امشي معايا من هنا من السجاد احسن، والله همشي واسيبك. الله اكبر. ايه يا اخويا الحلويات والحلاوه الحلوه دي؟ خطيبتك عرفت تنقي وش منور وجسم مدور. ايه ده؟ يلا بينا يا تامر لو سمحت. يا شابه يا حلوه. حنين ما تمشيش، انا جاي. انا قاعده يا حبيبي. صرف نفسك. يا دي النيل عليا. اه دي الفلوس اللي اخويا عاصم كان كلها عليك كده، يبقى وصلك 20,000 صح؟ والله انت ست ب 100 راجل يا سناء. وما انا ب 100 راجل، بتعد ورايا ليه؟ لا حاشا لله، مش بعد وراك ولا حاجه. الفكره ان الفلوس البراني بقت مرطرطه في السوق في كل مكان دلوقتي، دي بتطلع من البنك ذات نفسه. انا كل الحكايه بس بشيك عليها، بعرفها من الملمس. ملمس؟ واخرب بيت ام الثوره. العيال الموظفين الضلاليه في الشبابيك بتاعت البنوك بيتعاملوا مع الناس، بقوا بيحطوها وسط الفلوس السليمه وبتعدي ومن ورا البنك. يا سلام، سليمه؟ الحمد لله. الحمد لله. يعني اطمن بقى دلوقتي انك هترجع تورد لي بضاعه زي الاول واحسن كمان؟ برقبتي. والحاج شرشاب يخلف غيرك؟ اقسم بالله منور المعرض كله يا حاج. تعال تعال نور مكتبك كده، انا هروح مشوار 5 دقايق وارجع لك على طول. روح يا بنت متاخريش. يا مرحب يا عموم. طب الله نورت يا حاج شرشابي، ده انت بتيجي على السيره. ازيك يا طلعت؟ سيره ايه بقى اللي جبتها؟ انا لسه بقول للست سناء ان الحاج شرشابي ما خلفش غيرك. انت شايف كده عن بنت بتسد؟ طبعا دي البنت تسد في عين الشمس بالصلاه على النبي. كفايه انها دفعت الفلوس اللي محروس ابنك كان واكلها عليا. بصراحة نمسك الخشب طش تقول. اه لا تقصد طش تقول. بطمن عليك في اللغات. يا صباح الفل. والنبي تسيبيني في حالي دلوقتي يا سلام. كده يا قنديل، ده انا صديقتك. انا عملت لك عمري حاجة زعلتك؟ والله ابدا، انا اللي مش مظبوط خالص. وبعدين هقعد معاك وابقى افهمك انا فيا ايه. طيب براحتك يعني. طب انا كنت جايه اسال بس على البضاعه اللي انت كنت قلت لي هتبعتها. مالكش ايه؟ حاضر عينيا. شاف ايه؟ ايه يا معلم؟ بقول لك خد البضاعه بتاعت الست سناء كلها مع بعضها واللي كانت طالباه قبل كده، واطلع بيها على المخزن بتاعها، وخدها في ايدك وانت ماشي. ايه خدها في ايدك دي يا قنديل؟ هو انا كيس جوافه؟ والله ما اقصد حاجه، انا نفسيتي تعبانه جدا جدا، هتفهمني بعد كده كل حاجه. خلاص براحتك. وشكرا بقى على البضاعة. ها؟ أي خدمة. سلام. تأمريني. السلام عليكم يا معلم قنديل. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بعت ليك الأستاذ أنس عشان أشتغل معاك في المعرض الجديد. ياه، تصدق إن أنت جيت في وقتك؟ ربنا يخليك. خد يا عم. فضيحة إيه؟ وأطلع المعرض التاني، خد بالك،
افتحه كده وروق كده كل حاجه. ماشي يا معلم. يا فراس مرني معلمي. اطلع معاه وخليك معاه لغايه ما انا ابعت لك امرك. ماشي حاضر. هو اسم الكريم ايه في ها شيرين شيرين ولا تامر؟ ماشي. على فكره دكتور انس بيشكر فيك قوي. اه والله شد حيلك بقى. ربنا يخليك يا معلم. يلا حبيبي على السلامه. هيثم شيرين يا معلم. اسمع عدنان، عايزك لما تلاقي الواد اللي اسمه شعلان ده واقع تديني الو، اصل بيني وبينك عايز اشغله في التقيل. بعيوني. سلام لعيونك. تامر انا مصممه اشتري ال سي دي اللي مش عاجبك دي، وعايزه كمان اتنين، واحده احطها في الريسبشن واحده احطها في اوضه النوم. ممكن؟ ومال ونجيب واحده في المطبخ واحده فوق البانيو. ليه؟ دي اصلا ايه اللي ايه اللي دي؟ بصي عامله ازاي؟ بصي رقيقه ازاي اصلا؟ باك باك. ايه ده بتاع بص ايه ده؟ ده يا تامر هو انت عايش في اي زمن؟ تلفزيون ايه وزفت ايه؟ اما قلت لك عايز اشتري حاجه 3 دي مثلا ولا عايزه 120 غرفه؟ لا 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 احنا ما اتفقناش على كده اصلا. تامر انا زهقت. هما ليه بجد زهقت؟ حليم على فكره، انا لما جيت ايه يا عم حليم ما تسيبنيش وتمشي. على فكره انا بتكلم معاك. ايه يا امور واقف يا قاضي؟ اثبت يا قاضي. اثبت يا قاضي. ما تقطعش وانا كذبك الا لما يتعدى. انت اول مره تمشي في شارع يا قاضي؟ اول مره تمشي في شارع؟ لا. طيب رد على الاستاذ. انا سالتك برضه بيتجاوب. لو وجهت لك اي سؤال جاوب ليه بقى؟ ايه اللي بنسالك؟ انا بشتري، انا بشتري جهاز. انا بشتري جهاز. انا بخطط. طب سالتك انت وجهت لك سؤال. لما تسال تجاوب اساله. برضه بتجاوب، برضه بتجاوب. ما قريتش كتاب. مش مقامك على فكره. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت بتراقبني؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ ده انا امبراطور الموبايلات في شارع عبد العزيز. ده انت اللي يعني لا 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 انت مش طبيعي. انت اصلا مكانك مش انا متاكده. ايه اللي مش طبيعي؟ انت اللي جاي على ارضي. لعلمك انا شاكك ان انت اللي مراقباني. مراقباك؟ ليه ان شاء الله؟ يعني حاسس كده ان في يعني حته مشاعر كده ناحيتي. متحرش؟ لا 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 انت مش عارف ان انا مش شاكك. المتحرشين دول مفيش مصير التحرش في مصر ما نزلتهاش. اسمعني انا تعالى تعالى. لا 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 ما ينفعش اجي معاك. لا انت مش طبيعي والله ما طبيعي. تامر اشمعنك يا عبد العزيز بيه ان انت تنزل تلاقط زباين من الشارع؟ ده انت برنت. تامر يا بقتلع علشان اروح امك الاستاذه بنت خالتي. بنت خالتك ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ بنت خالتي. انت تقول ان انا اقول عليك بنت خالتي؟ نعم. انت هتتنك علينا ولا ايه؟ ده انت متحرطه. ده انت رايحه تجيبي موبايل وربنا ما اجيبه لعيل من صبياني. على فكره يا اخ انت انسان بيئه جدا ومصمم ان انت تقتحم حياتي، وده شيء معذبني وخانقني. انا بيئه؟ بيئه انا؟ على فكره المحل اللي هناك ده محلي، ولو عايز اي حاجه تعالي عم زكريا شغال معايا برضو فيه. عايزه مثلا اكسسوارات موبايلات ودن ارنب ودن قطه. لا 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 ما تبقيش لاصقه بقى، سيبيني في حالي. لا انت رحت فين يا تامر وسبتني في ام الشارع ده؟ ما فيش شويه عيال زباله واديتهم بالجزمه. انت اديتهم بالجزمه؟ كنت فين؟ ما كنتش فين. تامر انا عايزه امشي الشارع ده دلوقتي. يلا حالا. يلا يلا.
زيزو حبيب بابا، حبيب بابا جاي في ايام اعلم دي. يلا ربنا يا زيزو. ماما زمانها جايه جايه بعد شويه، جايبه افطار وحاجات. يلا يا سيدي. يلا 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 نروح لماما. يلا ماما يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. حبيب يلا يا زيزو. يلا يلا بسم الله. بس يا زيزو بس 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 يا حبيبي. بس كل انت بقى بالهنا والشفا. بس يا حبيبي بس يا زيزو بس بس بس. والله العظيم يا اياد انا بدعي لزيزو ليل ونهار ونهار وليل ان خلاك كده تبعد عن السكه اللي انت كنت ماشي فيها، وبقيت ترجع تنام في حضن ابنك ومراتك، وفكيتك بقى من النوم على الرصيفه. حبيبتي ابني ده لو اطول اشويله قلبي واحطوله في رغيف. نمت على الرصيفه دي وقعدتي في الميدان عشانه وعشان اللي زيه. ما احنا اتعلمنا واجتهدنا وحاولنا، عملوا لنا ايه؟ حد عبرنا ولا سال فينا ولا ساعدنا؟ اهو كلهم شبه بعض. ادينا بنحاول ننور لهم بكره اللي ضل في وشنا. لكن انا متفائل متفائل. ابوس ايدك، انا مصدقت البيت بقى فيه خير، ونسيت بقى ذل المستشفيات عشان خاطر كملتوش اللي كانوا بيعيشونا يا اياد. الهي يعمر بيتك يا زيزو، الهي يطعمك ما يحرمك ويزيدك كمان وكمان يا زيزو يا ابن عواطف. والله يا مريم انا قلقان على عبد العزيز من الناس اللي حواليه. ايوه ايوه انا جايه اهو. اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ يا الوانك يا مرات ابويا. ايه الروعان ده؟ اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي، منوره بيت ابوكي. ايه يا عم انت فين؟ اهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ والله العظيم بنت حلال مصطفى، انا كنت ناوي بعد القهوه دي انزل لك المعرض على طول. خلاص يلا بينا، احنا فيها. عايزاك تيجي معايا، بتجيب لي البركه المعرض، ما تجيب بوسه. خدي. خلاص؟ روحي قولي اعملي لنا. طب ما قدامك القهوه اهي. خلصت مش شايفاها؟ اعملي لنا قهوه تاني. شايفه ابوكي يا سناء؟ معلش بقى. ربنا يا رب يفتحها في وشكم ويرزقكم من واسع، ويهديك يا عاصم يا ابن بطني يا رب. بقول لك ايه، السيره الوسخه دي ما تجيبهاش على لسانك. يوه، ما ابنك برضو يا راجل، الذي على ولدي واكره اللي يقول امين. انا ماليش ولاد غير القمر ده. طبعا قمر. حاضر، هروح اعمل القهوه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه؟ هي الست خلطت؟ تعجبيني؟ مش ابنها؟ يعني هو كان ابنها لوحده؟ مش انت اللي مرازينا بيه؟ مش فاهم انت عايزه ايه بالظبط. بنت، انا سمعت شويه حاجات كده في السوق وعايز اطمن منك. ايه اخبار الشغل؟ ايه اللي سمعته؟ اخبار الشغل كويس. بص، مبدئيا امسك دول، ده ايراد الاسبوع اللي فات، بس شلت منه الفلوس بتاعت الدفعات. واخبار الدين ايه؟ ايه بقى؟ ايه بقى؟ هو انا بعصا سحريه؟ يعني انا بنزل المعرض بسحر تحت بطلع مكان؟ مش انت اللي جايب لنا عاصم ومشاكله ومصايبه؟ مش انت السبب انت ومراتك اللي جوه؟ منك لله يا شيخه، عندك حق، ما تروح تجتمع، ما تروح تجتمع. طب ما انا طلقها واخلص. دي غريبه قوي. ايه كلام اللي سمعته بقى؟ حقيقي إيه؟ ولا مش حقيقي؟ كلامي انت بجد بتحرق بضاعه؟ شوف الواد الزباله اللي ما بيتبلش في بقه فولا. طب وديني لنزله وامسح بكرامه امه الارض. بتحرقي ولا ما بتحرقيش؟ بحرق بس مش كله، يعني حاجات على خفيف. يعني ايه؟ طب انا هجيب رجل الزبون تاني المعرض ازاي؟ ممكن تقولي مش كله من مجايبك السودا انت ومراتك اللي جوه؟ مش انت اللي جبتولي عاصم ولا انا اللي جبته؟ مين اللي رزاني؟ خلاص خلي بالك من السوق وحط عينيك في وسط راسك، فاهمه؟ متخافش عليا. طيب هما شو؟ القهوه وليا. يا خرابي يا عبد العزيز، بتشرب سيجاره على الريق؟ لا، ما انا شربت شاي بحليب. يعني شاي بحليب ايه يا حبيبي؟ افطر لك لقمه، ده انت على لحم بطنك. والله تعبينك معانا يا اما. تعب ايه يا حبيبي؟ ده انت دخلتك عليا بالدنيا وما فيها. ما انت لو همك تعبي بصحيح كنت ريحتني. تالت، امال اللي فاتوا دول جوازات؟ دول كانوا تقليص حق. الفال حلو، ما اشوف مين بيخبط على الصبح. اهلا وسهلا، يا صباح الخير يا استاذ زكريا. يا اهلا حاج. لمؤاخذه حاج، انا
كنت جاي بس عايز اسعد عبد العزيز، ما كنتش عارف ان حضرتك انت اللي هتفتحي. امال مين اللي هيفتح الباب يا استاذ زكريا؟ ومالك باصص على الارض كده ليه؟ انت مكسوف مني ولا ايه؟ اتفضل 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 يا عم زكريا. يا رب يا ساتر. تعال ابو حنين. اهلا بيك يا صباح الفل. تعال ابو حنين هنا. حنين، انا قلت استغل ساعه الرواق بتاع الصبحيه دي وانزل اجيب البضاعه. وعملت ايه؟ انا الحقيقه كنت طالب شويه بضاعه، يعني صاج وبليكسي واللومك بقى والمسامير، قلت نجيبهم من الرواقي على اساس بالليل نبدا نقفل بقى. احنا مش ناقصنا دلوقتي غير حكايه البورده. لا البورده مع ابراهيم، ما تقلقش يا عم زكريا. طبعا. وحسب لك الحته بكام؟ حسب حته الصاج خامه من غير شغل ب6 جنيه. والبليكسي؟ البليكسي الحته من غير شغل، يعني خامه بس من غير شغل ب8 جنيه. والبلاستيك لزوم التقفيل بتاع وش الكشاف؟ لا ده بقى انا قلت نعمله اسطمبه، يعني نعمل قالب ونمشي عليه بعد كده. القالب مش هيكلفنا بتاع 100 جنيه بالكتير، وبعد كده الحته بنص جنيه. طب اسمع بقى يا عم زكريا. نعم. انا عايزك ترفع الصاج على التنايه وتكسر سواكها وتخليها ناعمه زي الحرير. المسامير بقى انا عايزك تعملها ببرشامه وتعمل لها جويط. جويط قوي يعني ولا؟ الله يا عم زكريا دمك زي الشربات، شكلك هتمشي معانا في الصنعه دي. الله يكرمك. انا عايز اوريهم الصناعه المحليه عامله ازاي. ثانيه واحده اجيب لك الفلوس بس. ماشي. تسلم ايدك يا حاجه، ربنا يجعله عامل كده بالهنا والشفا يا استاذ زكريا. الله يعني. هي مين حنين دي اللي عبد العزيز بيندهك بيها؟ دي بنتي. بنتك؟ اول مره اعرف ان ليك بنت. طب ما بتروحش تقعد عندها ليه؟ لا مؤاخذه يعني، انا ما اقصدش حاجه. هي ما بتودكش؟ هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ الدنيا تلاهي يا حاجة. أيوة الدنيا تلاهي. اتفضل يا عم زكريا، ده جزء من الفلوس تقسمه دفعات على التجار والباقي بقى يمشي نظام. ربنا يسدد ما عليك يا ابني. حاضر. طب يا استاذ انا بقى. طب ما تكمل اكل. طيب. لا ما انا اكلت الحمد لله، الحق السكة قبل ما تسحب. بالاذن. ماشي يا عم. الراجل يا عيني وشه جاب الوان كده ليه؟ مسكين فعلا الدنيا ياما فيها. اهلا زوكو يا رجاله. ازيك يا زيزو؟ انتوا جيتوا امتى؟ لسه داخلين قدامك اهو. ازيك يا عم انور؟ اهلا. تشرب ايه؟ اشرب ايه؟ احنا جايين الضيف، انا سايب المعرض لوحده ويضرب يقلب. احسن. طب هات فخفخينه. فخفخينه؟ يا شباب رايق. ربنا يخليك يا استاذنا. وحضرتك متشكرين يا عمنا. ايه ده؟ ايه ده؟ يس. انت جاي تنام هنا؟ معلش سقطت بس. روح هات زغروف بسرعه. زغروف؟ روح هات زغروف. زغروف كده في الشارع عادي؟ انت واقع على دماغك. بقول لك روح هات زغروف، عايزين نشرب حاجه. ورقه طويله؟ روح هات زغروف. ازيك يا عم انور؟ اهلا. انتوا اتعرفتوا على بعض؟ لا. مهندس ابراهيم زيكو ده بقى العبقرينو بتاعنا، اللي هو كان طالب حاجات انت مش عارف تجيبها، يا فاشل. ازيك يا معلم انور؟ تشرفنا يا باشمهندس. اهلا. ادي الجمل وادي الجمال. بص يا باشمهندس، دايره الشحن اللي انت بتدور عليها دي مش موجوده. الشغل ده ما حدش بيشتغل فيه هنا، كل ما اسال حد يقول لي روح ابعت جيب من الصين. يا عم انت هتكسر مقاديف الراجل ليه؟ ما تشوف له الحاجه اللي هو طالبها. لا اله الا الله. بص يا معلم انا هاجي معاك المحل واحنا مع بعض ندور على اي حاجه نظبط بيها دايره شحن تكون احسن من اللي بتيجي من الصين. تمام كده؟ يا ريت والله، ما كانش حد غولو. اهو روح انت وهو وشوف الراجل طلباته ايه وحاول توفرها له. كله بحسابه؟ كله بحسابه يا انور. تمام، اذا كان كله بحسابه يجي الباشمهندس ويجيب الدفعه بتاعته كلها ويتجرب.
يلا توكلوا على الله. طيب اي خدمات يا نجم؟ لا الله يخليك حبيبي. ليك عندي فخفخين. يلا بقى ابعت لك المحل. طيب. سلام يا حبيبي. سلام. سلام. سلام يا ارض. زغدوف اصحى اولع لك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده ايه زغدوف؟ انا قلت لك هات ده. طب اللي قلت ايه؟ طيب مش قلت ضحى زغلوط وقعدت اقول لك في الشارع زغروف القهواجي. زغروف القهواجي. طب بتقول زغروف جايب ده في الشارع. شغلي مش عاجبكم ولا ايه؟ يا باشا انا نملت من القعده وحشتني فلوسكم دي محسش اشمها. طيب يا باشا هستنى تليفون معاليه. سلام يا باشا. دي المصلحه شكلها دايره والليله هتحلو على وده. احنا ما بنونش يا جدع. موضوع الكشافات المنوره دي طاقه زي الفل. يا جدع كشافات ايه؟ الله يرحم اياب زباد. والله يا عم شعلان البيت دي كانت بتقع مني كنت بعمل من بابها. برنس على فكره بقى الرجاله هي اللي بتجيب الفلوس مش الفلوس هي اللي بتجيب الرجاله. لولا زنيتي دي لكان زماني بعرق فلوس. يا نجم وعرقنا. ربنا فك زنيتك يا عم شعلان وتعرق وتغرقنا في عرقك. بس ما تشربش وانت بتعرق عشان بتلزق في ايدك. حلوة جايبها بدين وانت في الزنقة دي. جيبش علينا أربعة ما بيخلاش. لحم دماغنا من خيرك. عشان أعبيلك جمجمتك ولما عاوز أشد أبقى أكسرها. الله صحيح يا جدعان. بنتها قديم وفات. ياه. قصدي من فات أتيه داب. ياه. على زرقان الدخان في الاصطفة دي يا شبرو. ياه. بتفكرني باصطفة قريش بالظبط. ياه. وانت هتفضل عندنا كده زي الحرز؟ لا حرز ولا شرز. شعلان قربان ما يقعدش كده زي النسوان. ياه. هو قال لك قربان بديل يا شبرو؟ مين شعلان قربان؟ ياه. مفيش احسن من الانجاز. ربنا يسعدك يا عبد العزيز ابني. قيمه البني ادم في اللي بينجزه مش في صنعته. فاكر لما كنت بقول لك واحنا في السجن ان العمل عباده؟ فاكر يا عم زكريا. الحاجه ام الاختراع. وانا بقى من صغري احب الشغل واشوف المصلحه فين واقفش فيها. انا من الناحيه دي مطمن. من ناحيه مخك انا عارف انه شغال. بس زي الموتور اللي بيحرق على الفاضي. والموتور اللي بيحرق على الفاضي ده يشيله يجيله يوم ويفوت. لكن انت الحمد لله مخك ابتدى يشتغل في الصح. بس لسه على الاولاني. ومال انت عشان توصل للثالث لازم تطلع على الاولاني ولا ايه؟ يا شعلان. يا شعلان. شعلان. خط قطع. ايه يا زفت يا ابني انت اللي طالب عايز ايه؟ في الورشه. يعني عايز كام يعني؟ الزمك كام؟ طيب يبقى عدي عليا خد الفلوس ربنا يصلح الحال. ما خلاص بقى قلت لك هظبطك. سلام سلام. الواد ده طرف شمال يا عبد العزيز. والمثل بيقول لك الصاحب الناقص بناقص. مفيش حد بيتولد من بطن ام وحش يا عم زكريا. الواد ده خامته حلوه.
وبدل ما نسيبه يروح شمال نسحبه ناحيتنا. ما هو الخوف لا يسحبك انت ناحيته، وساعتها يبقى خسرنا الدنيا والاخره. الله على الله يا عم زكريا، كله على الله يا ابني. يلا 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 يلا، حمل لي الكراتين وداني هنا. فين شبرو؟ شبرو وصل لغايه صيدليه سيف عشان ياخد حقنه الاعصاب عشان كان سبك وشعره بيسقط. ايه حقنه الاعصاب دي؟ انت مش عارف ربنا يشفيه؟ هو بيفتكر حاجه؟ هو بيخرف على طول. طب اللهم صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. ايدي يا عم في دفتر الوارد. ماشي، امال فين شبرو؟ شبرو وصل لغايه صيدليه سيف عشان ياخد حقنه خشونه في الركبه. الدكتور قال له الزهايبر مش هيروح. خلص خلص يلا. ايه بص هنا عشان البضاعه دي انا اشتغل منها. اول ما يجي شبرو عايزك تعمل شبوره في قلب الشارع. طيب يلا يلا في السريع استعجل. حاضر يا زيزو. يا مسهل يا رب يا رب يا رب. يا هادي هات الزباين الناحيه دي. ايه بقول يا رب يا هادي هات الزباين الناحيه دي. فربنا يفرج علينا يعني ونبيع البضاعه كلها. مين اللي بيقول لك الحاجات دي؟ محدش. طب عيب تقول عشان انت راجل رخم ويعني كبير في السن ما بقاش موزع. ما تقولش الكلام ده تاني. حاضر معلم. يلا يلا عايزك تعمل حمله اعلاميه. حمله اعلانيه؟ حمله اعلانيه. يلا يا هادي هات الزباين الناحيه دي. يا هادي هات الزباين الناحيه دي. بص الاول بص الاول خلص. اصحى انت هو اصحى يا عجل انت هو يا معلم. في ايه؟ كان عندي عجل موتين. انا مش فاهم بتعملوا ايه؟ بتاكلوا بس وخلاص؟ اخبار الشغل ايه؟ البضاعه التركي دي مش شغاله خالص يا معلم. البضاعه التركي مش شغاله؟ يعني ايه البضاعه التركي مش شغاله؟ لقيتها برطرطه في قلب المحل قلت وديها المخزن. بس في حاجه معلم لفتت نظري. ايه؟ البضاعه التركي دي كل ما الزبون يخش عليها يقرا اسمها يفلسع. يقرا اسمها يفلسع؟ اه. ازاي يعني؟ ليه الاسم فيه ايه عشان يفلسع؟ يمكن في حاجه مثلا كلمه قبيحه ولا حاجه؟ مش عارف يا معلم. لا نكلم نورهان نشوف ايه الموضوع. يعني ايه اللي يشوف اسم البضاعه يجري ويفلسع؟ الو ايوه يا نورهان. دلوقتي انا عندي مشكله لازم تيجي تحلها لي. العيال اللي بيشتغلوا معايا بيقولوا لي اي حد يعدي يشوف اسم البضاعه يجري. طب ما تيجي تفهميني الاسم ده ايه وبيجروا ليه و... يعني في ايه بالظبط يعني؟ طيب ماشي خلاص انا مستنيك. مع السلامه. ولا شافعي يا معلم انت كنت بتقول لي معاك ايه نوران؟ مع حته الصوره. لا يا معلم لا بجد اول مصحف لنوران صورتها. اي يعني شفت بقى شفت لبناني اللبناني اللبناني. اه تفاح حلو يا معلم. احمر احمر منك ما شفت. ايه عشان تعرف ان انا معلم بجيب التايهه. معاك حاجه تاني؟ بص ايه بص عارف دي مين؟ ها سناء وهي يوم الافتتاح واقفه عندي معاك كده يا ابن الجرده. طب بقول لك ايه؟ ابعت لي ده بتاع سناء دي. ابعتها لي بلوتوس. طيب او اذا ما عرفتش معرفتش هبس واط. ايه هبس واط؟ هبس واط. بص انا هبعت لك بتاعه سناء ماشي وبتاعه نورها ماشي.